يلا يما بسرعة خلص عشان قول حق بابا طلال إنك مسوي العشاء. شاطر. تفضل. هلا 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 قريبة، هلا. دليت المكان؟ أكيد بدله. على العموم عمي، ليت لو تختصر الموضوع لأن طلال على وصول. ناديني أبو طلال. ما أحب تناديني عمي. استريح استريح. غنيمة، تعرفين السمك هذا اللي كله بالقوع في قاع البحر، شو يسمونه الإنجليز؟ السمك هذا يسمونه أوتوم فيدرز، يعني اللي يأكل الفضلة. وعسى بس مو هذا ظنك فيني. أنا بقول لك شيء وايد مهم بطلال. أنا عرفت طلال قبل لا حتى أعرف اسمه، وحبيته قبل لا أعرفكم. حلو، هذا أنت قلتيها بلسانك، يعني تقرين أن أنتي منتي منه، لكن هذا مو عيب. مثل ما حضرتك تفضلت، ما هو عيب، وأنا فخورة بنفسي مو مستعرة منها. غنيمة، أنتي أحسن شيء صار لولدي. أنا أشوفه وهو يطالعك. وطلال، يا ليت لو تختصر الموضوع وتقول لي أنت ليش جايبني هني؟ شو اللي تبي تقوله بالضبط؟ طلال يحس إذا أنا ملت حق شيء وحبيت شيء، ما أدري غار ما أدري، لكنه يحاول يهده، خايف إنه يصير نفسي يصير مثلي. صدقيني لو بدينا كان يصلخ يلده. اللي أبيه منك مش تعطي بالك عليه. لا تحاتي، طلال طول عمره بعيوني. خلص خلص الحكي اللي عندي، قلت كل اللي بقوله. بس تدرين طلال عنده ذوق. تصبحين على خير.